قصة الأعمى أو مرت أبوه بلد من هالبلاد أو من جملة هالعباد ومن الزمان اللي ما ظني ينعاد. كان بي رجل ميسور الحال ومتجوز، الله انطاه من العيال والولاد واحد، والولد طلع عمى وما صار له غيره. الرجل حمد ربه وتشكره وقال هذا هدية من رب العالمين. وام الولد زاد راضية بجاه، لو من ما كبر الولد او قام يريد يتناوش العشر سنين. امه صار معاها مرض وتوفت، او ظل الرجل يدار الولد وين ما يروح ياخذوا معه. الراح على الشغل الولد لعمى بساكته، والراح على الجامع الولد لعمى بساكته، والراح على المجالس وقعد بين الزلم الولد لعمى بساكته. الولد صاحي الله منطيه من العقل والحكمة ومنعم عليه، أو قامت تمشي السنين ولا عمى يكبر، وصار عنده دراية وفهم بأمور الحياة مثله مثل المفتحين. لو من ما صار عمره حوالي العشرين قاموا هالعالم ربع الرجل أبوه، قالوا له يا ابن الحلال أنت صرت كبير بالعمر وقوطر بيك الوقت، لازم تتجوز، بل شي الله يرزقك ويطعمك بولد بنت يقوم يبارون ابنك الأعمى. جرب حظك وشوف، وإذا ما قسم لك رب العالمين جوز ابنك على حياة عينك ودير بالك عليه. قعد الرجل أو صفن أو قام يفكر بكلام الناس ويقول علواني من زمان متجوز ومخلي حب مرتي الماتت بقلبي مدفون، وهو صافن فات عليه ابنه الأعمى وقعد بحده. قام الرجل قال لابنه أريد أستشيرك بشغلة يا وليدي. أرد عليه الأعمى وقال يا يابا أنت اللي تقول وأنا لأسمع. قال له يا ابني أريد أجوزك. أرد عليه الأعمى وقال أبشر يا يابا، لكن بعد ما تجوز أنت، إذا أنت تجوزت أنا تجوز. ضحك الرجل على رد ابنه الأعمى وقال له صبت بهالشور، اثنيننا لازم نتجوز. قام الرجل يدور على مرة، بي واحد من ربعه دلاه على جماعة وقال له الجماعة زينين. الرجل ما يبخنهم مشى عليهم جاها أو زفوا المرة وجابوها للشايب وقعدت معاهم بالبيت، الشايب والولد الأعمى والمرة، والأيام قامت تمشي. الرجل يروح على شغله من الصبح ما يجي للعصر، يظلون الأعمى ومرتبوا بالبيت. المرة قامت تطلع وطلعاتها كثرا. قام الأعمى يسألها، كل ما يقولها وين كنتي، مرة تقول له كنت عند بيت أختي، ومرة تقول له كنت عند هلي، ومرة عند بيت عمتي، كل مرة تطالع له عذر. يوم من الأيام طلعت من البيت وتأخرت، وجاء واحد من إخوانها سأل عنها. رد عليها الأعمى وقال له والله راحت، ما أعرف، يا عليكم يا على بيوت خواتها أو قرايبكم، كل يوم يومين جاعة تطلع وتأخرتها تجي. أخو البنية قال والله توني كنت بالبيت وأمي قالت روح عليها خلها تجينا، ما زال ما لقيتها بس تجي أنت خبرها. أرد عليها لعمى وقال له إن شاء الله خير بس تجي أنا أقولها. رجعت المرة قبل ما يجي الرجل بشوي، تعرف وقت رجعته ولا عمى قاعد على باب الحوش قاعد يستنى جيت أبوه، ومشغول باله على خالته مرتبه. لو منها صارت فوقه وسلمت عليه، رد عليها السلام وفاتت ولحقها لعمى وقال لها يا خالة وين كنتي، قالت له كنت عند أهلي عند أمي. العمى رد عليها وقال لها من الصبح يعني كنتي عند أمك، قالت له إيه من الصبح عند أمي، شايفك جاعة تحقق معاي، خليك بحالك، ما تريدني أطلع من البيت يعني أظل مقابلتك. هذا أنت عمى وهي جاعة تسأل شلون لونك مفتح، مالك شغل بي بنوب، الحز يجي أبوك وأنا عارف شو أقول له. رد عليها العمى وقال يا مرت أبويا يلي مقامك من مقام أمي، أنا أدعي رب العرش يفرج علي همي، يا مرت أبويا يلي مقامك من مقام أمي، أنا أحمد وأشكر رب العرش وأقول بلشي يفرج علي همي، خوفي من حكي الناس حرك ترى دمي.
وان شاد نخطيت بسؤالي حقش علي واعذريني واني ضرير عمى وحقش الداريني. ان شاد نخطيت بسؤالي يا خالة ارجوك اعذريني اني ضرير عمى وانتي تعرفيني ولازم تداريني. مو قمتي علي بزعل اتعيريني بعيني وانا سألتك بكل صدقنية واحلفلك بديني. أصار تو وجرى ما بينك وبيني تحت الأرض دمي وظلين مرت أبويا وخالتي ومغامك مغام أمي. ما عجب هالحشي المرأة وقالت له جعت حاشيني بالنحوي اليوم أشوفك إياها خلي بس تيجي يا أبوك أخليك بحياتك ما تطول لسانك علي. أندار عنها لعمى وراح وقف على باب الحوش ويستنى أبوه. راح شوح من الوقت جاء أبوه سلم عليه قضى بيد أبوه حبها وفاته وجوا على البيت وقاعدين هو ولا عمى ما جاب له طاري. لو من ما جت المرأة وسلمت عزلمة ألا عمى سمع سلامها ثجيل قام وراح على غرفته أو قعد لحاله. وقامت المرأة تشتكي لولا عمى وتقول له ابنك هذا ما جاي يخليني أتنفس. رحت على أمي كانت مدربة علي أول ما جيت واقف لي على باب الحوش ويحقق معاي وين كنتي ومن الصبح عند أمك. هيش ما يصير يا رجل لازم توصي وتقول له ما له شغل بيه فوق ما كل النهار آني جعد أداريه طول لسانه علي. الرجل أحفرت بقلبه بير ما له قرار وهو يعرف أنه ابنه ما يطلع منه هالشي هذا. راح الرجل على ابنه العمى وفات وقعد عنده بالغرفة وقال له خالتك هيش هيش حشت. قال له يا يابا أنا ما يلزم أدافع عن نفسي أنت تعرفني زين إذا مصدق حشيها سوي بيا الشي قال شوفه مناسب. أرد عليه أبوه وقال له أنا عارفك يا ابني أكثر ما أعرف حالي وعارف هالسوالف هذه ما تطلع منك. قام العمى قال له جاني أخوها وسألني اليوم وقال أمي تريدها يعني ما كانت ببيتها لها يا يابا. قال له جعد قول زت حاله على حضن أبوه وقام يحبحب بيده وقال له يا يابا الفتنة أشد من القتل أنا علمتك لأنك غالي علي وما أريد يلحقنا حشي من الناس. أترجاك يا يابا ما تجيب لها طاري ولا تقولها أنه أنا قلت لك وسكر على الموضوع. الرجل خرت الدمعة من عينه وتعجب على طيبة قلب ابنه. المرأة قامت تجور عليه وتسوي عليه سوالف وهو جاعي تشفع مشان أبوه ما يحاكيها ويزعل عليها. قال الرجل لابنه يا ابني من هين ورايح ما عدا خليك بالبيت نرجع على طبعنا الأولي أظل تروح معاي عالشغل. قال عمى قال له زين يا يابا مثل ما تريد. ثاني يوم من الصبح الرجل لبس هدومه ولا عمى لبس هدومه. صاح عليها الرجل وقال لها يا مرة مالك طلع من البيت إذا ما تقولي لي وين رايحة ما تطلعين فهمانة علي. المرة قالت له فهمت عليك ومثل ما تريد يصير بس قامت تشعل وترعد بقلبها نار على عمى لأنه هو صار السبب أنه ما تطلع من البيت. ومرا كم نهار أنه الرجل صارت له سفرة برة المدينة وقال لابنه لعمى تروح معي. قالوا لا يابا أنا ظل هين أظل بالبيت عند خالتي. قالوا زين. راح الرجل على سفرته وظل لعمى قاعد بغرفته والمرأة تبرم بالبيت وبالحوش. لعمى قاعد قبال الشباك سمع مرته وجعت تسولف مع واحد زلمة غريب وتقول له روح اليوم ما اقدر افوتك على البيت. لعمى هنا خاف يحس علينا أبوه مسافر باشر يجي أبوه ويظل يروح معاه على الشغل. ولا عمى على الشباك وسمع الحشي كله بذنه وقال بقلبه يا ويل قلبي عليك يا يابا شلون أرد أقول لك وشلون إذا سمعت خايف يصيبك شي ويصيبك حال. رد زلمة ثاني يوم وقاعدين على العشاء قام يسولف الرجل ويقولها شلون ابني شفتيه اليوم. قالت له يا ابن الحلال ابنك مثل الوردة والله وأغلى من عيوني يا لون يصير ألا أنطيه وحدة من عيوني أمشان يشوف بيها من غلاته علي. قام لعمى قال لها الله يرضى عليك ويوفقك يا خالة وانتي زاد غالية علي وما قام أمي الله يرحمها ومعزتك بالقلب كبيرة أمشان تبين له طيبة قلبها على أساس
ثاني يوم راح عم الرجل وابنه العمى على الشغل. الرجل فوت من الوقت ساعتين ورجع على البيت، ما لقاها بالبيت. قام الشك ياكل قلبه، ظل قاعد بالبيت لو من ما رجعت. لو منها جت تلقاها وقال لها وين شنتي؟ قالت له شنت عند امي، دربت اخويا ورحت عليها، ما رد تجيك على السوق وعلى الدكان قدام العالم، وقلت لو منك تجي اخبرك. قام يحكي عليها زلمة، قال لها ولو كان النوب لو من يجي يا اخوك الدربينو علي، هو ما تطلعين من البيت هالمرة، اذا طلعتي ترى ما عاد تفوتين عليه الا تخبريني. ورد على شغل الرجل. ثاني نهار قال ابنه العمى ما عاد تروح معي على الشغل، بدك تظل هنا بالبيت. العمى قام يتدخل عليه يقول له يا يابا ما اريد اظل هنا، داخل عليك خذني. قام الرجل يروح على الشغل، العمى قاعد بغرفته، اندق باب الحوش. قام العمى ووقف عند الشباك وقام يتصنت انه الرجل انا صاحبته المراه. قالت له دخيلك العمى هين، ما اقدر لا اروح معك ولا اقدر افوتك، روح بلشي القالي صرفة للعمى يرد يروح مع ابوه على الشغل. الرجل دار ظهره ومشى، والمره فاتت على البيت ولا عمى كانه ما سمع شيء. المغرب الرجل جمن الشغل، قعده وهو وابنه، قال له يا يابا اني تعودت مني صغير اروح معك على الشغل، بالبيت قاعد يضيق خلقي، خليني اروح معك النوب. قال له زين يا ابني، تروح معي يوم وتظل بالبيت يوم، ترضى؟ قال له ارضى. ألا عمى قال لحاله أرضى يوم بيوم، اليوم ألا ظلوا بالبيت أروح عند جيران وأفضي خلقي، أحسن ما أظل معاها بالبيت. قام العمى يروح مع أبوه يوم ويظل بالبيت يوم، لو من يظل بالبيت أكثر الوقت يقضي على جيرانه قبل ما يجي أبوه يرجع البيت. المرأة شافت الرجل المصاحبته فهمته على الوضع أنه العمى يروح يوم ويظل يوم. اطلعهم الرجل أبو العمى وابنه وراحهم على الشغل من الصبح، وظلت المرأة بالبيت. العمى فوت من الوقت ساعة وقال له يا يابا أحس حالي تعبان شوي أريد أروح على البيت. قال له يا ابني زين، أسكر الدكان أروح أوصلك. رد عليه الولد وقال له الله يسامحك يا يابا، الدرب هذا صار لي سنين رايح جاي بي، خايف علي يضيع، أنا ندل البيت لا تخاف. قال له زين روح والله يحميك يا ابني. رد العمى على البيت ومعاه المفتاح وفك باب الحوش وفات على البيت شوي شوي، وقام يمشي لو من ما وصل على باب غرفة خالته. حطظنه على باب الغرفة وقام يسمع على المرأة وصاحبها شلون يتسولفون وشلون يتضاحكون، شعلة النار بقلبه وقال يحيف عليك. طلع على عمى من دون ما يحسون بيه وسكر الباب وراح قعد عجارهم. قبل ما يجي أبوه على البيت بشوية رجع على البيت وقلبه يلهب مثل النار وعقله ما يتحمل الشيء صار، ويسمع بذنه شلون سوالف مرت أبوه لو من جاء أبوه من الشغل شلون تهلي بيه وشلون تضحك، وقال بقلبه يا ما تخافين من الله، الله لا يسامحك على خيانتك. مرن كم يوم النوب ولا عمى صابر. نهار قاعدين على العشاء سألته خالته ومرت أبوه، قالت له باشر تظل عندي ألا تروح مع أبوك يا بعد قلبي؟ قال لها لا باشر رايح مع أبويا على الشغل. قالت له زين مثل ما تريد. رحم الرجل ولا عمى من الصبح على الشغل، فوت لا عمى شغل ساعتين ثلاث وقام على أبوه وقال له يا يابا ألا تأخذني على البيت؟ قال له يا ابني روح لحالك، مو على اساس تندل الدرب وصار لك سنين رايح جاي. قال له لا يا يابا، هذاك النهار لو من رحت لحالي زين ما ضعت الا واحد ابن حلال دلاني على الدرب. قال له زين نظلنا شويه النوب ونسكر ونروح فرد نوب. قال له لا الا الحس تاخذني على البيت يا يابا. الرجل شاف ابنه العمى مصر على الروحه، قال له زين سكر ما الدكان وجم يمشون على الدرب. وهم ماشيين على الدرب العمى قال لابوه يا يابا أريد أسألك سؤال. قال له قول يا ابني. يا يابا إذا واحد رجع على بيته ولقى زلمة غريب مع حرمته شو يسوي به؟ رد عليه الرجل وقال يا ابني شو بده يسوي؟ ما بغير أنه يذبحه أو يذبحها وياخذ حق شرفه وكرامته من اثنين. صفن لعمى وقام يفكر وحسبها أنه أبوه بده يقع مصيبة،
أو بده يذبح المرأة وصاحبها إذا لقوهم بالبيت. قام العمى وقف أو قال لأبوه: يا يابا، أنت توصيني دوم وقبل النصيحة، وأنا اليوم أقول لك نصيحتي: أحذر وإياك، أو دير بالك أمن الفضيحة. أزلمة وقف شعر جلده لو من ابنه العمى قال له هالحكي هذا. قام العمى قال لأبوه النوب: يا يابا، أنت غالي أو تدري معستك، أو دايم تنطينا النصيحة. أوصيك أنا اليوم أتكبر العقل واحذر من الفضيحة. أن شاء ظني صدق وشفناها، خليها مستريحة. الوسخ أياك تنكشو، الوسخ لا تنكشو يا يابا، إياك تراه يهيض عليك ريحة. أنت يا يابا بس لك اللحم، العظم لهلو وهلو ذبيحة. ما ينفع عقبها الندم ترى، أظل قلوبنا محزنة وجريحة. فكر الرجل أو تعجب بسوالف ابنه القالهن، وقال له: أويلي عليك يا ذيب قلبي. وعرف أنه العمى دريان بشي وما راد يقول لأبوه، ويريد أبوه يشوفه بعينه. قام العمى قال لأبوه: يا يابا، يا بعد قلبي، أريد منك طولة البال وتحكم عقلك وتسلح بالصبر، ولا تستعجل إذا شفنا شي. وكمل مدربهم على البيت، وزلمة قلبه مثل النار. ولا عمى حكال القصة من أولها لآخرها. لازم إنك تحل هالموضوع، لو منهم وصلوا على البيت وفك الباب أزلمة بهوادة، وفاتوا وابنه العمى يمشي وراه بهوادة. حط ايده على باب الغرفة وفك الغرفة، وعينك ولا تشوف، فار دمه من الشيش شافه. سحب الفرد من خصره، قال عمى بسده، تلمس ابوه قضى بايد ابوه نزل الفرد، وقال له: يا يابا، ايش قلت لك على الدرب؟ دحج الرجل على ابنه العمى وقال له: اي والله الشيش شفته يا ابني، نساني كل سمعته. قام العمى قال ابوه: يا يابا، خلى الفرد مقبل عليهم ولا تخليهم يتحركون، والحز جايك. راح يمشي العمى وعصاته قدامه، لو من ما فات على المطبخ ووصل الكيس البصل، وقام يسحل بكيس البصل وجابه لعند ابوه وقال له: يا يابا، انطيهم الكيس وخلهم يقشرون او ياكلون، لو من ما تور حلوقهم او تنحمس قلوبهم. قامت ترجز لما وزتت حالها عليه وقالت له: دخيلك ما عاد اقدر، اريد ميه، انحمس قلبي. رد عليها العمى وقال لها: المية ببيتها هلش، والحس تسمعين جواب من أبويا. دحج عليها الرجل وقال: إي بالله، مثل ما قال لك، ذيب قلبي، المية ببيتها هلش، روحي أو أنت مطلقة أو لا عاد أشوفك عيني. أو قال لزلمة: اسمع، لا أريد أذبحك، أشيل وزرك، أمش من هنا واطلع، وشي صار لا تطري الحدة، وخاف على دمك وروحك. وراحت المرأة على أهلها، وهلها قالوا لها ايش صار. قالت لهم: صار البلا كله من العمى ما ينحمل، وقام يحرش ابوه علي. قالوا: زين، شنتي مبتلية بيهم، شايب وابنه عمى، باكر يجونك الخطابة ويصفون على الباب، لا تخافين. الرجل ما قال لهلها، قال: ايش بدي بيها، الله يجازيها. قامت تمضي وتمشي الايام، لو من ما جاء الخبر للرجل او لابنه العمى انه المرأة طلقها تجوزت، وعرفوا انه تجوزته نفس الرجل عشان يلفي عليها. قام العمى قال لابوه: شفت يا يابا، زين ما شلت وزرها وذبحتها، اخلصنا من هالسالفة وخلصنا من عارها ومن فضيحتها. قام الرجل حب ابنه من بين عيونه وقال له: بارك الله بيك يا ابني، يلون منت معايا بهذيش الساعة، كان ذبحتها وذبحته وكان شلت وزرهم. وقامت تمشي الايام النوب، نهار الرجل وابنه العمى ماشيين بالدرب، وان العالم ملتمه، والصياح والولاويل، او ناس تدز بناس، والشرطه وصايره قاله كبيره. قام الرجل سأل واحد من المعدين، قال له: يا اخوي، طال عمرك، ايش صاير هنا؟ قال له: والله يا ابن الحلال، قال: سمعت انه واحد ذبح حرمته، نستجيره بالله. قال له: يا لطيف، ذبح حرمته؟ قال له: اي والله، قضب معاها واحد وذابحهم اثنين ودحج، خربان الحارة خراب، الشرطة والعالم ملتمة. قام الرجل قضب ايد ابنه العمى وراح يمشي على العالم الملتمة، ووقف مثله مثل هالناس، لو من ما طلعهم الشرطة وانه الرجل الذبح المرأة وصاحبها
نفسه أتشان عنده بالبيت، أتشان مصاحب حرمته وصار قبالهم. قام العمى قال لأبوه: يا يابا ايش صاير؟ ما عرفت منه؟ قالوا: يا ذيب قلبي عرفته. قالوا: هذا الرجل العفينا عنه اللي لقيناه مع المرأة وطعمته أنت البصل. قام العمى قالوا: دخل عليك يا يابا، وصلني لي عنده. قالوا: يا ابني هذي أنا صار نواتك. قام الرجل صاح عليه وقال له: وقف. وقاضبين الشرطة قال له: وقف ابني يريد يسولفك. العمى قال له: اسمع يا فلان، احنا بيوم من الايام وشفتني بعينك وطعمتك بصل وقلنا لك روح انت وهي، بس انت يا عمى القلب يلونك مطعمي عسل هو وياها، مو اخير لك من هالفضيحة وشوف الشرطة تسحل بيك والعالم التمت عليك. يا عمى القلب نزل راسه زلمة والشرطة يدحجون على عمى وما يعرفون شنو السالفة. قالوا: والله صدقت انت عمى بالعين لكن قلبك مفتح، واني عمي قلبي ودليلي، وشلون تورطت معاها من اول نوبة، وشلون خذيتها ونعمى على قلبي. قال: تخون مرة تخون الف مرة، هذا صار بي واستاهل كل شي جرى بي. ردم العمى وابوه يمشون على البيت ويتهرجون على الدرب. ألا عمى قلبوا: يا يابا. قالوا: قول يا ذيب قلبي. قالوا: مو شماتة، يستاهلون أشياء صار بيهم، لأنه بعمر هالخيانة ما تدوم، الخاين ألا يقع بيوم من الأيام ويأكل جزاه، ورب العالمين ما يدشر حدا، كل ظالم ألا يقع بيه الظالم، وكل خاين ألا يقع بيه خاين ويأكل صوابه. الرجل تحمد الله وقال: الحمد لله يا ابني انه الله انطاني اياك، ارفع راسي بيك بين العالم. مرت الايام النوب، العمى تجوز وخذا وحده بنت حلال واصل، والرجل الشايب زاد تجوز وعاشهم حياتهم بخير وسلامه. لكم تحيات اخوكم موسى المردود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.